هاد الندوه دي طبعا كتاتي في واحد الظرف اللي هو صعيب اللي كيتميز باضراب المعتقلين على الطعام، ماشي غير في الدار البيضاء ولكن كذلك في حتى مجموعه من المعتقلين تم الترحيل ديالهم من السجون اخرى، لان ما كاينش غير اللي تم الترحيل للدار البيضاء، كاين الكرسيف، كاين الفاس، كاين التوريرت. دونك كاين عندنا الظرفيه ديال الاضراب على الطعام، واللي وصلت في بعض الحالات ال 25 يوم ديال الاضراب عن الطعام، الحياه ديال المعتقلين الان في خطر. طبعا وقفت على مجموعه ديال الاخلالات والخروقات والانتهاكات اللي طبعا سبق لها ثارتها ولا زالت ستثار خلال المحاكمات السوريه مزمع انعقادها في بحر الشاردة. كما هو كيبصر طبعا بدايه المحاكمات الاخيره على مستوى الغرفه الجنائيه الابتدائيه بمحكمه فلسطين في الدار البيضاء، واللي ما صدر منها من قرارات طبعا كتمشي كلها كتصب باتجاه ديال الملتمسات ديال الوكيل العام او ما يسمى بصك ديال الاتهام اللي تقدم في التقارير الاستنافيه ديال الوكيل العام ديال محكمه الاستئناف. الان كنتواجدوا في مقر الجمعيه لحقوق الانسان في اطار الدعوه من طرف لجنه الدعم من معتقل حراك الريف لمنظمه هذه الندوه خصوصا حول اخر مستجدات ملف معتقل حراك الريف. طبعا كعضو هيئه الدفاع تابعنا اطوار ديال الملف منذ بدايته الان، كما تعرفون انه كانت اخر مستجد هو المحاكمه الاخيره ديال اليوم الثلاثاء الفارط امام محكمه الاستئناف الدار البيضاء اللي تم على اساسها حضور هيئه الدفاع تقديم مجموعه من الملتمسات، منها عدم الاخذ بالتصوير ديال الاعلان المعتمد، وكذا التماس طلب الصلاح لجميع المعتقلين نظرا لما يتوفرون على كافه الضمانات الفعليه والقانونيه، وكذا الضمانات القانونيه اللي تسمح لهم باش يتحاكموا في حالات صراح مع رفع حاله الاعتقال. طبعا الدفاع استمات بشكل يعني قوي حول تبرير الطلب ديال رفع حاله الاعتقال. كانت طبعا هناك مجموعه ديال المحطات فيها رفع الجلسات نظرا للتشنج اللي وقع ما بين هيئه الدفاع وهيئه ديال النيابه العامه. كما تبعتم انه مؤخرا يوم الخميس صدرت محكمه الاستئناف الغرفه الجنائيه الابتدائيه قرار برفض كافه جميع الصراح ديال المعتقلين جميعا، وكذلك باذن للاعلان المعتمد بحضور بتصوير اطوار المحاكمه ونقلها على الشاشه القاعه 8 اللي اصبحت الان القاعه 7 هي اللي تمر من الجلسات. طبعا الدفاع الان في اطار التنسيق ديالو حول يعني مواصله المحاكمه اللي تحدات يوم التاخير يوم 17 اكتوبر الجاري. وطبعا نظرا للوضعيه اللي كيعرفوها المعتقلين خاصه المعتقلين ديال عكاشه من تدهور الحاله الصحيه ديال من جهه الاضراب عن الطعام اللي عرفتوا انه كاين الان اللي قد وصل العدد اليوم 27 يوم لبعض المعتقلين، الشيء اللي كاين درب كارثه انسانيه بخصوص الحاله الصحيه ديال المعتقل وربما قد تؤدي الى بعض الوفيات لا قدر الله. امام هذه الوضعيه طبعا الدفاع الان بصدد وضع خطه استراتيجيه للتعاطي مع المحاكمه بشكل يضمن كافه الحقوق والضمانات الحقيقيه لمحاكمه عادله، رغم ان هناك وجهه نظر داخل الدفاع اللي كتقول ان المحاكمه ربما قد تكون محاكمه سوريه وقد يتم فيها مساهمه ديال الدفاع بشكل يعني لتاتيه المشهد علما ان القضاء كما كتعرفوا انه قضاء موجه، وبالتالي فالضمانه ديال المحاكمه العادله اللي اساسا ينبغي ان تكون منذ انطلاق ديال الاعتقال ديال المعتقلين الى حدود انتهاء المحاكمات وصدور الحكم النهائي، ولكن الحال يتبين على انه التعاطي مع الملف بطريقه لا القضائيه ولا الامنيه سابقا كيعطينا انطباع اكيد على ان هناك طبعا ليس هناك اي احترام لحقوق المعتقلين ولا يوجد اي توفير لشروط اي محاكمه عادله. نتمنى أن تسعى الدولة جاهدة إلى مصالحة حقيقية مع الريف تنهي به حمولات 60 سنة من المعاناة والأوجاع، وتعمل جاهدة على تنمية المنطقة وإخراجها من عزلتها عن باقي المناطق، فالريف جزء لا يتجزأ من الوطن، ونحن أبناء هذا الوطن والأرض ونستحق كل خير. وفي الأخير فإننا نطالب وبكل قوة إطلاق سراح جميع معتقلين على خلفية حراك الريف لننهي هذه المعاناة ونضع حدا لها
ونعيش في أمن وسلام، والسلام عليكم وشكرا لكم.